متربي يقع على روحه منظم. نعرفوا نتهنى عليه كي نعرفوا يخرج نتهنى عليه اصحابه باهين نظاف متربين ياسر ولاد فاميليا. وانا من ناحيه من عندي ومثله اليوم فما اليوم غدوه ما تماش اليوم ناكلوا قاروص غدوه ناكلوا فهمت ما فماش جمله مش موجوده واحد كسكروت الحمد لله. البو والطفل قليل وين يبدو هكا صحاب كيفاش تصرف مع ولد؟ يعني نصرف معه فهمتي بحسن السيره والسلوك سلوكي معه طيبه سلوكه هو معايا طيبه متربي يقع على روحه منظم معناتها اسبري ياسر انت شو فيه انت صحاب انت وياه يقول لك باش نخرج تعرف وين يخرج ومع شكون وين نعرفوا نتهنى عليه كي نعرفوا وين يخرج نتهنى عليه انت اصحابه باهين نظاف متربين ياسر ولاد فاميليا ولاد حومه معناتها يومتي حاجه باهي طفل قريب لبوه. كيفاش عملت باش ولدك يكونك قريب لك مش صعيب معاه؟ نكبس نرخف فهمتي معناتها ناخذ بالخاطر نتاعو معناتها ما هو ما يكون معناتها يكون معناتها اللي كونه انت يحس بالبوه تعب عليه وكذا وانا من ناحيه من عندي ومثله يعرفني انت دلول بوك. كيفاش جيت تحكي له حتى صارت عامله راهي صارت على قلب باش يضربني ويضرب علي هاي با تعرف هكاك يعني في الاخر باش تضرب صحيح كي يعمل عم اما باش تضرب عليه ماكش باش تخليه شنو من اخي اش قاعد نعمل معناتها ما في حد في توا جينيراسيون صعبت على الاخر وتربيتهم زادت صعبت والسوشيال ميديا كيفاش عاملين في بعض؟ ربي يعطيهم وقت طيب ان شاء الله رب العالمين هذاك شنو مطلوب مني معناتها شنو ما عنديش تنصحوا تحطوا قدامك تقول له راهو هذه باش ترسي لك هكا وهذه باش ترسي لك هذه وانت اخطا وريتني مادام انا فهمتي مشيت على ربيت روحي بروحي انا فهمتي ربيت روحي على حاجه طيبه الباهيه كالم ياسر رايد حد يحد روحي متربي ياسر ربيت روحي بروحي وريت معناتها ولدي اللي كونه يمشي عليك من ولدك فهمت اذا كان باش يمشي باين معناتها من ما باين من سيرته معناتها والنمو نتاعو اللي كونه معناتها النمو نتاعو اللي كونه معناتها ماشي يعني ماخو 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 احنا يقول لك الاصل يرجع يعني باش يدور يدور ويرجع لاصله. اما لشنيا من الاخي اصله فهمتي طيب وباهي مادام البو فهمتي والام باهين وحنان ياسر ويحبوا معناتها يوصلوا فهمتي سيبلومونتير الولد فهمتي باش هذيك الشحنه باهيه. عندك كان هوا ولا عندك غير لا عندي البلعوت في الدار الصغير. عندك واحد اصغر منه؟ هذاك الصغرون واحد ماضي فهمتني خليه. حد بابا اموري مريقل ديما اموري مريقل 8 سنين عمري ديما ما عامل شيء ديما مريقل. مريقل مريقل وباهين الزوز باهين نخير واحد على واحد. شو وتكبر حتى انت نهار اخر تقول مخلي ورايا راجل مخلي حد معمل عليه. اسمع ربي يستر انا نحي خدك من نحمي ومت. أنا ما انت بوك شنو الحاجات اللي عطاهم لك قاولك ساس في حياتك كان باش تكبر باش تبقى تغزر نفس الطبيعه نتاع بوك في حاجات كيما شنو مثال تصرفات قلبه باهي معناتها ياخذ بالخاطر برشا ما نكبسش معناتها ما نكبسش ياسر ما نخافش ياسر في وقت الجديات ترى يلقاني في وقت كذا يلقاني معناتها ما نعصرش عليه باش ما يقلقش باش ما يتخنقش هو وتقول انت يهرب كل مره انت تو انت يقرا على روحه ومواظب انت ما ندورش به في القرايه نتاعو نحس لي كوني قاعد يقرا معناتها يا خو يعمل في 100% يعمل في 50% 60% حس بيه معناتها مش هكا 10% 5% حاجات معناتها ديما عاتي من عند ديما افونس ما نكبسش عليه ما نرغبش عليه ديما نسيبه فهمتي يقرا يلعب شويه يبدلك نصيحه للوالدين باش يكونوا كيفك قراب لصغارهم والله هاني قلت له قلت له ربي يشلي يعطيه وقت طيب وحب معناتها راني انا معناتها راني انسان مشي تحت الحيط فهمتني من صغري انا نمشي تحت الحيط حب معناتها يحب يمشي معايا تحت الحيط يمشي حب يرجع يبعد على الحيط اموره انا نوريك ثنيه وانت اموره حب يمشي على المنوال بتاع ابوه يتفضل اما مش معناتها برك العصر القديم نعطيه العصر الجديد نعطيه عصر قديم شويه منه وشويه منه باش يهز بعضه كف وكعب حال يهز بعضها شويه قديم وشويه جديد باش يهز بعضه اما معناتها ما نكبسوش على ابوه ياسر وعلى الام ياسر بخوض بالخاطر وانتي قاعدين الشارع يربي انتم يعني قايمين بواجب دوبل توا خاطر الشارع يربي الصغار انت كي هكا مش معناتها واحد انت سي فان كارير انت سي اما ما نقولش فان كارير الحمد لله رب العالمين لاباس الحمد لله مره ربي ان شاء الله يرحمنا ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يرحمنا لاباس ما نقولش معناتها واحد فان كارير لاباس معناتها واقف مع عائلتي لاباس منظمهم انت اللي يطلب موجود اليوم فما اليوم غدوه ما تماش اليوم ناكلوا قاروص غدوه ناكلوا فهمت ما فماش جمله مش موجوده واحد عندك كسكروت الحمد
الحمد لله رب. هذاك اللي عاتيه ربي، وحنا نحمدوا ربي برزق، وربي يخليكم ومحلاه الانترفيو نتاعك. تحسنت ربي الحمد لله.